هذا المنزل كنا حكيناه كان فيه العوجيه بزاف قديناها، هذا ما غاديش نديرو فيه الفواصل، اما الا درنا فيه الفواصل غادي يظهر فيه العيب بزاف. هاد الفواصل كان ضروري ما نديروهم، تكون كل بلاكه بوحدها حتى العيوب كتستر. واحد 70% من الفيلات كيكونوا باللون الابيض، شوفوا ديكور ترافيرتينو كيتخدم على بزاف المراحل. هذه هي السلعه اللي كي كتشوفوا كتحس بان شي حاجه خفيفه لانها غنيه بالبوليستير. هادشي اللي كتشوفوا حب كله بوليستير. مثلا هنا هو شاد على القنت ديال الحيط، ولكن الا جينا هنا في الوسط شوفوا شحال ديال التسعه غادي نلقاو هنا في الوسط. شوف هنا يعني كتلقى واحد سنتيم ونص ولا في الوسط، والهي هاي الله ديك 6 مليم ولا 7 مليم اللي كتكون ديالها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان، أهلا ومرحبا بكم. هذا المنزل اللي تبعتوا التفاصيل دياله معنا من الأول، هذا المنزل كنا حكيناه كانت فيه الصباغة حيناها، فكي كتشوفوا مازال الأثر ديال الصباغة، كان فيه العوجية بزاف قديناها، فكي كتشوفوا دابا النتيجة راها غادية ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الأمور راه غادية، درنا البيض ودرنا الكري، هاهما دابا من حيدنا الفواصل يعني بانوا الفواصل باللون الرمادي، فالحمد لله راه غادية رائعة إن شاء الله. صاحب المنزل أكيد عجبو الحال لأن كان فيه بزاف، المنزل قديم وكان فيه بزاف ديال يعني كان فيه الظهورة فحيدناهم. الحمد لله دابا كي كتشوفوا ما كيبان والو، إن شاء الله مازال غادي تشوفوا النتيجة النهائية إن شاء الله لهذه الفيلا، غادي تكون رائعة ورائعة جدا إن شاء الله. فالإخوان هما سالوا من هاد الجهة، بقى هنايا هذا غادي يدوزوا له الصباغة ديالو. عندنا هاد السور ديال الجردة حتى هو إن شاء الله غادي يتقاد، حتى هو غادي يدوز بالترافيرتينو أيضا السطح الفوق. عندنا هاد المكان هذا كي كتشوفوه أنتم كتشوفوا العوج ظاهر هنايا، فإن شاء الله كل شيء هاد الشيء هذا غادي يتقاد. في التليمين غادي يتخدم، هذا ما غاديش نديرو فيه الفواصل، غادي يمشي بحال هذا المكان هكا عادي، باش ما غاديش يبقى هذا العيب يبان، يعني ملي توقف هنا ما غاديش يبقى يبان لك العيب، اما الا درنا فيه الفواصل فغادي يظهر فيه العيب بزاف. فان شاء الله كي كتشوفوا الاخوان الله يجازيهم بخير، ذاك الشيء رائع ورائع جدا. درنا اللون الابيض واللون الرمادي، دورنا على هذه الحجره هذه، ما كثرناش فيها اللون الرمادي بزاف، درنا غير شي صمطات، يعني درنا هاد البونده هذه واحد البونده هنا الفوق، ودرنا هذيك الزواقه ديال السطح والشيء الاخر كلشي بالشاب الابيض، وعزلنا بهاد الفواصل. هاد الفواصل كان ضروري ما نديروهم باش كتعزل واحد كل 70 سنتيم كتعزل، فكتكون كل بلاكه بوحدها وكتستر حتى العيوب كتستر. فان شاء الله غادي تكون النتيجه رائعه ورائعه جدا. كان عندنا شويه ديال الحفير وشويه ديال التهرس، ولكن يعني الامور راها تصلحت ان شاء الله، وراها قريب ان شاء الله وترجع حتى هي رائعه ورائعه جدا. فدائما الفيلات كي كتشوفوا دائما تقريبا غيكونوا باللون الابيض، لان واحد 70% من الفيلات كيكونوا باللون الابيض، فهو كيعطي واحد النظره رائعه للفيلات وكيبين المساحه الكبيره. فهذه ان شاء الله غتكون بديكور ترافيرتينو الاخوان، كي كتشوفوا ديكور ترافيرتينو كيتخدم على بزاف ديال المراحل، وهذه احدى المراحل. فهذه هي السلعه اللي كي كتشوفوا حتى الحس ديالها، واذا كتسمعوه فهو كتحس بان شي حاجه خفيفه لانها غنيه بالبوليستير. هذا الشيء اللي كتشوفوا حب كله بوليستير، الفرشي كما كنسميوه الفرشي، وفيه البوليستير ايضا غبره. فاحنا كنعمرو هكا الطبقه الاولى اللي كيكون السمك ديال هذا هو اللي كتشوفوا كيمشي على حساب الفواصل، والفواصل عاوتاني يعني ماشي اللي كنقول يعني ماشي تشوف الفواصل وتقولوا راه كيمشي السارج على حساب الفواصل، لا. مثلا هنا خير مثال، شوف الفاصله فين بقات، شوفوا السارج من جاي، يعني كاين الفواصل كتركب ويلا ركبت بالرجله راه فين ما كتكون شي بلاصه داخله كتبقى الباكيطه، من كتركب بالرجله كتمشي على حساب النيفو ديال الرجله، فإلا كان شي عموريه كتبقى من الفواصل داخل. فكاين بعض الاماكن بحال مثلا هنا هو غادي نلقاو هنايا في القنت، يعني شاده على القنت ديال الحيط، ولكن الا جينا هنا في الوسط شوفوا شحال ديال التسعه غادي نلقاو هنا في الوسط. شوف هنا يعني كتلقى واحد سنتيم ونص ولا في الوسط، والهي هاي الله ديك 6 مليم ولا 7 مليم اللي كتكون ديالها. ان شاء الله نديكم لبرا نشوفوا من برا ان شاء الله من البعيد. فهنايا هاد الواجهه يعني تخدم هنايا الحجر، وهذا ان شاء الله مازال تا هو غادي نحكوه
وغادي نخدموا حنايا بالترافيرتينو، نمشيو نشوفوا على برا ان شاء الله. فهذه ان شاء الله الاخوان جات في مدينه تطوان، فمرحبا بالناس ديال تطوان والنواحي. او دابا غادي نخرجوا من برا من السور باش نشوفوها ان شاء الله. فهذه جات بالضبط رياض صوفيا تطوان، ما بين تطوان ومارتيل. سبق لينا خدمنا وحده قدامها، خدمناها السنه الماضيه، خدمنا هذا المنزل هذا اللي كتشوفوا له قدامها. غادي نحاول نقربوا. خدمنا هذا المنزل هذا في السنه الماضيه، فالحمد لله كي كتشوفوا الحمد لله رائع ورائع جدا. وهذه هي اللي راحنا فيها دابا كي كتبان بالواجهه ديالها، فدرنا لها الكري هنايا والبيض، فان شاء الله غادي تجي رائعه ان شاء الله. من غادي نجمعوا هذه الواجهات يعني هكا بجوج، من غادي تشوفها من هنا ان شاء الله غادي تكون واحد النظره اللي رائعه ورائعه جدا. هادشي اللي كاين الاخوان، يلا حتى نشوفوا ان شاء الله في شي فيديو اخر. مرحبا بالناس ديال تطوان والنواحي، السلام عليكم ورحمه الله.